سمعت عليها بصح ما شفتش يلعبوها، ولا شفت هكا رحت اليوتيوب شارشيت عليها هي واللعبه تاع مريم واللعبه تاع الحوت، قلت المخاطر تاعهم هكا، والاغلبيه اللي يلعبوها يلعبوها في الليل عباك ثم هكا شغل كاينه كخوف خاطر تاعها كبار. كان الحوت الازرق كما شفت واحد المقطع في اليوتيوب لهنا يرسم له حوت بالدم هكا ويصورها له ويبعثها له. ثانوية ولا سليمان باش نقوموا بزيارة لمجمع قناة نهار باش نتعرفوا على كيفية إعداد الأخبار وخلف الكواليس. تزامت هذه الزيارة مع انتشار ظواهر غريبة في المجتمع مثل لعب الألعاب الرقمية، مثل لعبة مريم، الحوت الأزرق. الحوت الأزرق البارحة برك سمعنا بلي ثلاث أطفال انتحروا بسببها، هذه اللعبة اللي داروها الغرب باش يموهوا التفكير تاع الشباب تاعنا. مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الطلاب في الثانوية يعني هو موضوع حساس جدا متداول في المجتمع من قبل فئة الشباب المراهق أو بالأحرى الشباب الضائع. هي عبارة عن لعبة تتضمن مجموعة من التحديات، هذه التحديات تكون نهايتها انتحار أو أشياء أخرى يعني لها تأثير سلبي على القوى العقلية. هوسنا عليها في الانترنت، ما عرفنا بلي لعبة خطيرة وتؤدي للموت، مما أدى إلى رحنا هوسنا عليها في الانترنت وش تكون اللعبة هذه. هي عبارة عن لعبة منافية للقوانين الشريعة الإسلامية والعقائد تاعنا والعادات نتاعنا، وتؤدي الى يعني الفئه المستهدفه من طرف الغرب في هذه اللعبه هي الشباب. اول حاجه هي لعبه خطيره جدا على المجتمع كما نقولوا احنا في السن تاعنا، تلقاه يتبعها في لافان يلقى روحو ميت. يلعبوها اسمع يعطيك حاجه هكذا، حاجه لازم ديرها كشغل انه مكمغناطيسي لازم ديرها، الحاجه الاخرى يعطيك حاجه اسمها لازم